معنا هاتفيا مشاهدينا عبر الهاتف من عمان السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك استاذ عبد القادر. اذا حرائق وانتهاكات وتهجير في مناطق معينه من العراق، من يقف وراء هذه الاعمال وما الهدف منها؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. الايرانيون وجهوا ميليشياتهم لبدء المرحله الرابعه، مرحلة التطهير الطائفي لهذه المناطق، بغية السيطرة على هذه المناطق وإرسال سكان ولاجئين مقيمين في إيران من أجل إسكانهم في العراق وسوريا. وبالتالي هذا المشروع يريد ربط العراق بسوريا بلبنان عبر إيجاد سكان موالين للنظام الإيراني ولولاية الفقيه تحديدا، من أجل حقيقة أن يبدأون بصفحة أخرى. هذه الصفحة مؤجلة، وهو عملية أن يكون هناك حقيقة مرجعية شيعية تابعة لنظام ولاية الفقيه. لذلك حقيقة التطهير ضد مناطق السنة العرب هو الصفحة الرابعة التي بدأت إيران بعد أن تكاسل وتعامى وتعاون وتوافق المجتمع الدولي على الجرائم التي سلكها وعملها النظام الإيراني في سوريا ثم العراق. وبالتالي نجاحهم في تفريغ أهالي سوريا من سكانهم حقيقة جعلهم يتمادون في عملية تفريغ العراق، لكنهم حقيقة سيصطدمون بواقع جديد. العراقيون رغم كل المآسي الذي نتكلم عنها 16 عاما لم يستطيعوا أن يعملوا على هذا التهجير الكبير، لذلك هم سينجحون في مناطق لكن الأهالي لن يتركوا العراق، سيسكنون في خيام لحين أن يكون هناك عمل يرجعهم إلى منازلهم. لذلك هذا المشروع هو مشروع بتوجيه إيراني من أجل خلط الأوراق لإعادة الطائفية في العراق بطريقة واضحة تماما. وإلا فإن عملية الطارئية التي يضيق عليها الآن هو معلوم تماما، تكلموها بطريقة واضحة الإيرانيون، لا تحتاج إلى أي تفسير أو أي تحليل. هم يريدون إنشاء المحافظة المقدسة التي تضم الطارمية وسامراء، محافظة منعزلة بسكان منعزلين، وهذا لم يكون إلا بالعمليات التي تجري على الطارمية. هذا كل حقيقة يدور في فلك أنهم يريدون رسم خارطة جديدة للعراق ويريدون تقسيم وتقديم العراق، وبالتالي هم يدفعون بهذا الإطار. ولا زال مشروع التقسيم الذي ترعاه إيران يريدون ضم أكثر عدد من الأراضي حتى يذهبون بهذا الاتجاه. إذن هذه ممارسات متنوعة كما ذكرتم، أيضا في ديالة هناك يعني هجوم واعتداء بقذائف الهون على قرى معينة في بوهروز وغيرها من المناطق، وتحريض أيضا كما ذكرتم في قضاء الطارمية بالنسبة لمناطق حزام بغداد. هل ستنجح هذه الممارسات بهدفها المرسوم لها؟ هذه الممارسات على المستوى الاستراتيجي والبعيد لن تنجح، وهي فاشلة لأن الإرادة العراقية أكبر، ولأن هناك مفاجآت تنتظر كثير من أدعياء الذين ذهبوا إلى أحضان النظام الإيراني في العراق تحديدا. وبالتالي أهل هذه المناطق رغم كل الضعف المحيط بهم، لولا أن الاستهداف الأمريكي والتواطؤ الكبير على هذه المحافظات والطائرات التي قصفت ودمرت، وإلى الآن هناك دعما لوجستيا مخابراتيا لهذه الميليشيات، تقدم الولايات المتحدة النصائح عبر الحكومة والحكومة تذهب إلى هناك بهذه النصائح لهم. لما حدث ما حدث، لأن نتكلم عن صراع مدته 16 عاما من التهجير والطائفية والقتل، مارسوا ثلاثة صفحات قاسية بالفعل، هجر من خلال الصفحة الثالثة 6 مليون عراقي من مناطقهم ومن منازلهم، لكنهم عادوا. لذلك على المستوى القريب سينجحون لأنهم لا زالوا مدعومين دوليا، لكن هناك مفاجآت قادمة والعراقيون عنيدين لا سيما أبناء هذه المحافظات، وبالتالي سيتصدون لهذه المشاريع وسيستطيعون التغلب على الضعف الحاصل. إن نجحوا في بعض المدن في بوهروز أو نجحوا في قرية أم الخنازير أو ما يجري الآن من عمليات اعتقالات طائفية، لكن في نهاية المطاف حقيقة وفي القريب وليس لن نقول سنوات كثيرة ستكون هناك مفاجآت لأبناء هذه المحافظات، سيستعيدون قوتهم، وبالتالي هناك عمليات واضحة ستتصدى لهذه الميليشيات فضلا على أن هؤلاء لن يستطيعوا بناء دولة في العراق.
وبالتالي ستنقلب عليهم ايضا الحاضنه وسنشهد ربما في الايام القادمه صيفا ساخرا في جنوب العراق بالمظاهرات شديده بعد يعني تراهن استاذ عبد القادر ايضا تراهن على الوعي والنضج الجمعي للعراقيين كافه في مناطق العراق المختلفه في افشال هذا المشروع. العراقيون الان اذا سالت التيار الشعبي العراقي الذي هو المليوني 30 مليون ابتداء من البصره الى غرب الانبار الى شمال الموصل حتى في اقليم كردستان، الكل اجمعت على ان ما يجري هو حقيقه تدهور وتدخل ايراني في العراق وان الكل مستهدف وبات هذا مشروعهم واضحا ومعلوما، وهذا حقيقه بدايه انكسار المشروع الايراني في العراق، لانهم ما كانوا يتوقعون ان يكون هناك وعيا جمعيا عراقيا بهذا الاطار، لذلك حقيقه هذا الوعي الذي جعل من اللحمه العراقيه تعود من جديد هو الذي سيفشل، لان المفاجات لن تكون في مناطق محدده، وبالتالي كل الاعمال التي فعلتها ايران بالطائفيه والميليشيات من خلال التهديدات والتصريحات لم تجد نفعا كما اجدت في 2014 عندما صرخت بالطائفيه وربما تطوع معها شباب لهذه الميليشيات. الان هم ابناء الحاضنه لهذه الميليشيات يقولون هذه الصرخات الطائفيه لن نتبعها بعد اليوم، هذا يؤكد حقيقه على النضوج وثانيا يؤكد على سرعه فشل مشروع لاننا كنا نتوقع ان ربما عشرات السنوات حتى نصل لهذا الوعي، لكن اراده الله لان هذا البلد بلد حقيقه اشتباه رب العالمين بكثير من الامور وهو رمح الله في الارض حقيقه عجل هذا الوعي الكبير، وهذا حقيقه ما سيعول عليه واكرر اننا ننتظر صيفا ساخنا عراقيا تجاه هذه الحكومه وتجاه هذه الميليشيات التي لا زالت تعبث بكل مقدرات العراق سواء بارواحهم بكرامتهم باقتصادهم بخدماتهم، والان ترى كيف حقيقه يتم تنفيذ الكراء الكهرباء في ايران على حساب العراقيين، وهي كهرباء وهي كاذبه لكنها تستهدف وتستنزف ميزانيه العراق واموال العراقيين. شكرا جزيلا لك عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي من عمان.